بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن البوست ادينويدكتومي بليدنج، وهنقسم المانجمنت لبري اوب انتر اوب بوست اوب. بري اوب محتاجين ثلاث حاجات: بليدنج بروفايل للبيشنت، فاميلي هيستوري سبيشالي الفيرست ديجري، البريفيس اوبريشن بتاعت البيشنت اللي انا هعمله العمليه. الانتر اوب بليدنج محتاجين نتعلم نتعامل لو البليدنج من المصل هنعمل ايه، لو البليدنج من البيز اوكسيبت والبري اوستيوم اللي فوقه هنعمل ايه، لو البليدنج بسبب الريمننت وده سبب رئيسي في البليدنج هنتعامل برضو معاه ازاي، ولو البليدنج بسبب الكاروتيد هنتعامل ازاي انتر اوب وبوست اوب. محتاجين دلوقتي نراجع بعض الاندوسكوبيك اناتومي بتاع النزول. بصينا العدسه الزيرو ترانسينيزال بعد ما عملنا الادينويد، فادي التوراس يوباريس ادي الفوسا فريزون مولر، وعندنا الاورفارينجال ميكوزا ماشيه بالتساوي مع اللونجيزمس كابيتاس ماسل وفاشيا اباف والبيزوكسيبيتال والبري اوستيوم اباف. معظمنا بيشتغل الادينويد ترانس اورال، فلو بصينا العدسه 70 كده نشوف الاندوسكوبيك اناتومي: واحد بيزوكسيبيت والبري اوستيوم اباف، لونجيزمس كابيتاس ماسل 2 والفاشيا اباف، 3 توراس يوباريس، 4 فوسا فريزون مولر، 5 ده الموس لاترال بارت بعد التورس يوباريس ما بتنتهي، وده اخطر مكان ممكن يقابلك لو فيها بيرنت فيسل. نبدا باول حاجه الريمننت ونشوف ازاي ممكن نتعامل معاها. واول طريقه ممكن نتعامل بيها مع الريمننت الكيوريت. واحنا بنشتغل بالكيوريت دايما في التراديشنال ميثود لازم على فيش حاجه اسمها انا شغال عمليه بكحته واحده، لازم يكون معانا على 3 ديفرنت سايز من الكيوريت، او على الاقل 2 اصغرهم واحده زي اللي انا ماسكها ديت اللي تقدر تدخل بيها الكوينه تشيل الريمننت من الكوينه او تشيل الريمننت من فوسا فريزمولر في الناحيتين بكل بساطة. ولو اشتغلت بالكيوريت مفيش اي مشكلة خالص، بس لازم يبقى معاك في الاخر يا اما العدسة 70 بص بيها يا اما اللارينجيال ميرور وتبقى اندر فيجن، بحيث ان احنا نشوف الريمننت نشوف البوينت اوف بليدنج بحيث نقدر نتعامل معاها كويس. لو خدت بالك سمول سايز كيوريت ده احنا قادرين ندخل بيها في الكوينة، قادرين ندخل بيها لاترال نجيب الجزء بتاع الفوسا فريزمولر في الناحيتين بدون اي مشكلة، قادرين ندخل بيها في الناحية التانية. الجزء الريمننت ده برضه ممكن نشيله بالمايكرو ديبرايدر لو احنا ما عندناش كيرف مايكرو ديبرايدر، فيفضل احنا ندخل بنفس الطريقه دي من النوز واحنا باصين لعدسه 70 ترانس اورال، نشيل الجزء اللي هو في الكوينه ده، نشيل الجزء اللي هو لاترال في الفوسا فريزون مولر. الطريقه دي الميزه فيها ان احنا الفيس بتاع البليد نفسه بتاع المايكرو ديبرايدر فيسنج ابورد، فبيبقى عكس الامبورتنت ستراكشر اللي هي موجوده، بيبقى عكس المصل، بيبقى عكس الانترنال كارودد ارتري، فممكن نشيل الريمننت واحنا مطمنين ان احنا مش هنعمل مشكله لا في المصل ولا في الانترنال كارودد ارتري. وزي ما شفنا دلوقتي سمول سايز كوريت واحنا بنشيل الجزء اللاترال ده بدون اي مشكله. الطريقه الثالثه اللي احنا ممكن نشيل بيها الريمننت السكشن ديسيرمي، وده من الحاجات الكويسة جدا لو احنا اتعاملنا معاه صح بطريقة صحيحة على الريمننت او علشان كنترول البليدنج في بعض النقط المعينة. والكوبليشن طبعا من الحاجات الكويسة جدا في الريمننت والادينويد عموما. يعني هندخل بقى دلوقتي في لو البليدنج من اللونجيزمس كابيتس ماسل هنعمل ايه، ولو البليدنج من البيزوكسيبت هنعمل ايه، وايه الفرق بينهم. دي كانت حالة ريكارنت ادينويد اشتغلنا، حطينا تايت باكينج. تايت باكينج ده مهم كويس جدا جدا عشان تكنترول البليدنج. ايه الفرق بقى ما بين المصل والبيزوكسيبت؟ المصل ديت فيها كونتراكتايل اليمنت، فلو حصل مني بليدنج في المنطقه بتاعت المصل ديت وانا شغال غالبا بنسبه 99% بالباكينج هيقف، مش هيحتاج اكتر من كده. لو ما وقفش بالبايبولر كيرفت كده وهنقوا عليه الدنيا هتبقى معانا تمام، بس غالبا هيقف على الجزء بتاع المصل. هنيجي بقى للجزء التاني، ايه الفرق ما بين المصل والبيزوكسيبت؟ البيزوكسيبت ده عليه بيريوستيوم، البيريوستيوم ما فيهوش كونتراكتايل اليمنت، فلو انت شلت الباك بتاعك ولقيت في بليدنج من البيزوكسيبت لازم تكوي عليه. ممكن تكوي عليه بالبايبولر، ممكن تكوي عليه بالسكشن دياسيرمي، ممكن تكوي عليه بالكوبليشن. في ناس كتير جدا بتاخد البيزوكسيبت ده كله بتكوي عليه بوست اوب بالكوبليشن البيزوكسيبت كله، سواء في بليدنج او مفيش بليدنج. بس اللي انا شايفه ان احنا لو في بليدنج من البيزوكسيبت كنترول البليدنج قبل ما تطلع من العمليه. شوف بقى دلوقتي احنا بنبص عليه بعد التورس يوباريس ما انتهت، في ابيرنت فيسل تحتيها، ده غالبا انتنا كاروتيد ارتري. لو لقينا بعد التورس يوباريس ما بتنتهي في ابيرنت فيسل دونت كيوريت في المكان ده، كان ربنا خالي التورس يوباريس عشان تحمي الكاروتيد انتنا كاروتيد ارتري. نرجع للحاله دي، احنا لقينا اهوت المصل تمام في بليدنج من البيزوكسيبت، هدخل بالبايبولر اكوي على المنطقه بتاعه البليدنج او بالسكشن دايسيرمي او بالكوبليشن. المهم اللي انا مش هطلع وانا سايب في مكان بيحصل منه بليدنج في المكان بتاع البيزوكسيبت. لو في المصل هحط باك واقعد شويه اكتر هلاقيها انتهت، كده كده في الاخر هتنتهي وهتقفل. انما البيزوكسيبت دونت كونتين بريوستيوم، دونت كونتين كونتراكتايل اليمنت، فلازم تكونترول البليدنج
انترا اوب عشان ما تضطرش انك تدخل بوست اوب برايمري ادينودكتومي بليدنج. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل على بيرنت انترنال كاروتيد ارتري، وهنشوف المنطقه اللي احنا قلنا عليها رقم 5 واحنا بنشرح في الاول خالص في الفيديو بعد التروسيوباريس ماتاتي، تشوف الابيرنت فيسل موجود هنا بمراجعه الليتريتشر. وزي ما احنا عارفين من قبل كده ان الكومن كاروتيد ارتري عند الاور بوردر بتاع الثايرويد كارتج بيبدا يتفرع الاكسترنال انترنال، والانترنال كاروتيد ارتري بعد كده بيروح انتيريور لاترال. فكلمه ابيرنت انترنال كاروتيد معناها ميديالايز انترنال كاروتيد، ولو الانترنال كاروتيد ارتري ابيرنت او ميديالايز فالمسافه ما بينه وما بين التروسيوباريس والفوسفوريزوم مولر والميد لاين والبوسيروفارينجيال وول بتقل من 15 ل 21% من المسافه الاصليه بتاعتها، وده ممكن يعمل لنا مشاكل في عمليه الميجور والماينور في المنطقه بتاعه النيزوفارينكس كاتاستروفيك بليدنج اب تو ذس. والانترنال كاروتيد ارتري عموما من 2 ل 3 سم بوسيريو لاترال للسوبيريو كونستركتور ماسل والبوسيروفارينجيال وول. فاحنا لازم مميزين المسافات دي كويسة، ولازم نبقى فاهمين المينيمم ديستانس. فالمينيمم ديستانس مثلا ما بين التوروسيوباريس والانترنال كاروتيد ارتري حوالي 13 ملي 1.3 سنتي، ومن الفوسفوريزوم مولر والانترنال كاروتيد حوالي 9 ملي. فلازم احنا نشتغل حتى على المينيمم سايد. والحاجه اللي لقيتها في الليتريتشر عموما المسافه من ميد لاين للانترنال كاروتيد ارتري هي تقريبا اقل 1 ل 2 ملي او ل 3 ملي من المسافه من التوروسيوباريس والانترنال كاروتيد ارتري. لو حصل بليدنج من انترنال كاروتيد ارتري هيبقى جاشوف بليدنج مش بليدنج عادي كاتاستروفيك، هتلاقيه نازل من النوز والورا كافيتي والكلام ده. فلو حصل بالترتيب هنعمل ايه؟ هنحط الاندكس فينجر موست لاترال بارت على مكان انترنال كاروتيد مكان البلسيشن، يبقى 3 هاند تكنيك، حد ماسك العدسه، انت حاطط الاندكس فينجر على المكان البلسيشن بتاع الكاروتيد كده ومكان ما بيجيب بليدنج، هتلاقي البليدنج واقف تماما. هتدخل بعد كده هتجيب سيرجي سيل تعمل بيه كوتنج على المنطقه دي، تشيل صبعك واحده واحده وتشوف المكان اللي فيه بليدنج ده، تبدا تحط سيرجي سيل هيعمل كوتنج، البليدنج هيقف، الدنيا تبقى تمام. تتعامل بقى الموضوع كانك بتعمل بعد السكال بيز ريكونستراكشن، بنحط سيرجي سيل، بنحط جيل فوم، تحط فيها جيل فوم، بعد كده تيجي حاطط ميروسيل من نيزل كافيتي وبالكلام بتيجي سحبه، يجي ضاغط السيرجي سيل الجيل فوم الميروسيل، خلاص البليدنج هيقف. بعد كده بوست اوب هتبعت حلقه تعمل سي تي انجيونك، هيطلع لك ميلي انترنال كاروتيد. طب لو طلع لك سينر كاروتيد او برينشات بتاعه زي اسيندنج فارينجيال او خلافه هتبعته انترفينشن راديولوجي، لو طلع انترنال كاروتيد هتبعته انترفينشن نيورولوجي يعملوا له ستنت او نشوف هنتعامل معاه ازاي. ندخل بعد كده دي حاله برايمري بوست ادينودكتومي بليدنج، كان طفل حوالي 7 8 سنين بعد العمليه بحوالي 6 7 ساعات، قالوا ان في بليدنج لقينا بيستاكسس بالترتيب كده اوكسيميتازولين 5 دقايق 10 دقايق ما تحسنش، بعد كده ميروسيل واحده ميروسيل صغيره بتقسمها نصين وبتدخلها لجوه خالص لحد ما توصل للنيزوفارينكس وبتحط عليها بعد كده اوتروفين، في غالبيه الحالات النزيف هيقف. ما نفعش بدولت طبعا. الحاجه الثالثه ان تحط فولي والكلام ده، بس طالما وصلنا للفولي وصلنا كده لازم العين نام اندر جنرال اساسيا. بصينا من النوز مش عارفين نشوف فتره البلاد كلوت، دخلنا من النيزوفارينكس من العدسه 70، اول حاجه هنعملها ان احنا نغسل كويس نشوف فتره البلاد كلوت كويس، نبدا نشوف السايت اوف بليدنج. بالمناسبه البص ادينويدكتوم بليدنج ميلي برايمري، ممكن يحصل سكندري منه بس فيري رير مش زي التونسل يعني. طيب احنا لازم اول ما ندخل يبقى معانا شفاط كويس فريكوانتوش، ولازم يبقى معاك العدسه 70 بقى في الحاله ديت او اللارينجيال ميرور. مفيش بوست ادينويدكتومي مانجمنت للادينويد من غير لارينجيال ميرور او عدسه 70 او عدسه 0.30 ترانس نيزل، ويفضل العدسه 70 او اللارينجيال ميرور. طيب احنا دلوقتي بدانا نعمل فريكوينت ووش كتير، بدانا نشوف المنطقه بقى بتاعه الايه المصل، مفيش حاجه بتيجي منها اهوت، بدانا لقينا المكان بتاع البري اوستيوم اللي احنا مش كاوين عليه، حطينا الباكه ديت على المنطقه بتاعه البري اوستيوم عشان نشوف هل المصل بتجيب ولا لا، لقينا مفيش حاجه جايه من عند المصل. هنشيل الجزء ده تاني اهوت، لقينا برضو مازال البوينت اوف بليدنج مكان البري اوستيوم، عشان كده كنت بتكلم ان البري اوستيوم ما فيهوش كونتراكتايل اليمنت، ولو في مكان بيجي انترا اوب لازم تكوا عليه، ما تطلعش من غير ما تكوا عليه. خلاص احنا بالكيرفت بايبولر اهوت هنكوا على المنطقه دي، وممكن نكوا عليها زي ما قلنا بالسكشن دياسيرمي او بالكوبليشن. احنا دلوقتي هنكوي على كل النقط اللي هي بتجيب بليدنج سبيشالي في المنطقه بتاع البيز اوكسيبيت اللي هي البري اوستيوم، ولو في حاجه غيرها برضو هنعمل عليها كوتري، وهنغسل كويس جدا فريكوينت ريجيشن كويس جدا،
وبعد كده نخلي التخدير يعمل فالزالفا عشان لو في حاجة بتجيب برضو نراجعها. ويفضل دايما الحالات اللي هي فيها شك وحالات برايمري يفضل انها تدخل عمليات تاني وتبقى مروح مطمن عليها بدون اي مشاكل. طبعا الحالات اللي حصل فيها بوست اوب بليدنج ديت سواء ادينويد او تونسل حصل سولو البلد في الاستومك، فمن الحاجات المهمة ان انت يفضل انك تعمل ساكشن للبلد كونتنت اللي حصل في الاستومك عشان ما يعملكش بوست اوب نوزيا وفوميتنج والكلام ده، فتدخل اوروجاستريك تيوب وتعمل ريجيشن والصلاين وكمبليت ايفاكويشن للكونتنت بتاعت الاستومك قبل ايه، قبل ما تصحي الحالة. في ناس كتير مش بتعمل كده بس يفضل ان احنا ناخد بالنا من نقطة زي ديت. تلخيصا للحاجات اللي احنا قلناها، يفضل انك يبقى معاك لارينجال ميرور او عدسة 70 وتبص على الادينويد قبل ما تشتغلها وتبص لو في اي بلسيشن موجودة في منطقة النيزوفارينكس قبل اي عملية، وانك تعمل مانجمنت الادينويد بليدنج بري انتر اوب بوست اوب على اكمل وجه. ربنا يسرها معايا ومعاكم ونتقابل على خير في البرايمري والسكندري بوست تونسيلكتوم بليدنج ان شاء الله.